السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإنسان أساس وجوده شيئان: الشيء الأول وهو الجسد، والشيء الثاني وهو الروح. فالجسد سبحان الله خلق من تراب، وغذاؤه كل ما هو خارج من تراب. أما الروح فروح الله سبحانه وتعالى، وغذاؤها ذكر ربها. فمهما امتلك الإنسان من مال أو من سلطة أو من أشياء، فإنها لا تغذي روحه، بل غذاء روحه في ذكر الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو معدلات الانتحار في الدول التي أوتيت متاع الحياة الدنيا. لماذا ينتحرون ولديهم كل هذه الأموال وكل ما يريدونه ويطلبونه؟ والجواب بسيط: لأنهم أشبعوا جسدهم وأشبعوا شهواتهم، ونسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان بطبيعته سبحان الله سائر إلى ربه نوعان من السير، أو بالأحرى السير إلى الله نوعان. السير الأول هو السير كره أو كرهي، بمعنى أن الإنسان يولد ويكون طفلا، ومن بعدها صبيا، ومن بعدها رجلا وكهلا، شيخا وعجوزا، ومن بعد ذلك يموت. فإنه سير إلى الله. ولو كان الإنسان سبحان الله أي واحد أوتي من مال الدنيا أو من سلطان الدنيا أو من جاه الدنيا، منهم ملوك ووزراء وأطباء وقودات، ما سبحان الله لديهم من المتاع ما الله به عليم، ولكن لا يقدر أحدهم أن يحبس على نفسه الهرم أو الشيخوخة. لا يقدر نتحدى أي واحد يكون لبس عليه يحبس على رأسه أنه يشرف ولا يكبر ولا يتقدم في السن، ولا أنه يمنع شي شيبة أنها يعني تخترق الرأس دياله أو اللحية دياله أو أي مكان في جسده، أو أن العظم دياله ما يرشاش ولا ما يكبرش أو لا ما يتكمش، فهذا مستحيل. فهذا سبحان الله هو نوع من أنواع السير إلى الله سبحان الله. والنوع الثاني وسبحان الله هو السير إلى الله بمحبة وبطوع وبطواعية، ألا بذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا هو النوع الثاني للسير، أنك تسير إلى ربك بمحض إرادتك، بالتعرف عنه أو بالتعرف عليه من خلال الأذكار والصلوات والصوم وأعمال الخير. المهم أعمال الخير، أعمال الصالحات، أنك تساعد الغير، تساعد المحتاج، تستحضر مراقبة الله لك. فهذا نوع من أنواع السير إلى الله سبحان الله. والله سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عن المؤمن. الله سبحانه وتعالى تكفل بالدفاع عن المؤمن، والدليل في قول الله تعالى في سورة الحج بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم. وإن أداة توكيد عند البلاغيين أداة توكيد، يعني أن الله يؤكد لك أنه معك إذا آمنت به حق الإيمان. فلكي يتحقق لك المشروط يجب أن تحقق الشرط أنك تكون من الذين آمنوا، وذلك باستحضار رقابة الله إليك، أن الله سبحانه وتعالى يكون معك في أي عمل، في أي عمل تقوم به. إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
يعني إن هي أداة توكيد أن الله لا يحب الخوان والكفور. والكفر سبحان الله، سبحان الله نوعان، كفر ظاهر وهو كفر عبادة الأوتان، وإنه ولا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني من الكفر والشرك بالله والشرك الخفي، أن يتخذ الإنسان إلهه هواه، يعني أن يطلق الإنسان بصره في الحرام، أن ينظر إلى جسد لا يحل له، لا يحل له عفوا، ويقول وإذا نصحته أخذته العزة بالإثم، يقول لك أنا علاش أعطاني الله هاد العينين عباش نتمتع بهم، لا أعطاك الله العينان لكي يبتليك فيهما، لكي يريك ولكي تريه ما حبته ومكانته في قلبك. فبالعينان تحقق المحبة إلى الله، فباللسان تحقق المحبة إلى الله، فهذا هو السير المطلوب، سير الطوع. أما سير الكره فهو أنت ما حال سائر إلى الله، أما سير المحبة وسير المعرفة إلى الله فأنت مكافا عنه، وهذا الذي يجازيك الله عنه. سبحان الله. وكما قلنا إن الله قد تكفل يعني بالدفاع عن المؤمن، ما يهموكش، شوف لا يهمك ولا يزعزعك هذا الذي يقع في العالم من حروب، تمسوقكش في الحرب ديال أوكرانيا والحرب ديال روسيا ولا المجاعة اللي غضرب العالم ولا القمح اللي تقادة، إنما هي ترهات. يكذب عليك كذاب أن شي واحد بإيد الرزق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وإنه لحق كما أنكم تنطقون. قال أحد الصالحين من أغضب الله سبحانه وتعالى حتى حلف، وإنه لحق يعني حلف أنه لحق كما هذا الصوت كيخرج من عندنا، ففي السماء رزقنا. سبحان الله، ما يهمكش، إنما هي فتن يحاول حبكها مرض الشيطان وأعوان إبليس لكي يلهو الناس عن ذكر ربهم، لأنها هذه حرب إعلامية على المؤمنين. هذا الغرب هادو وهذا الميريكان وهذا أوكرانيا، أش عندهم من غير نسالهم؟ أش عندهم من غير الهضرة؟ وسبحان الله، لكل زمان فرعون، لكل زمن فرعون، ولكل زمن سحرة فرعون، ولكل زمن موسى، ولكل زمن عصا موسى. فسبحان الله، فرعون هذا الزمان هو الدول التي ادعت الألوهية كأمريكا وروسيا واليابان والصين، فهؤلاء سبحان الله كأنهم يقولون وحاشا لله، نحن أربابكم، نحن ربكم الأعلى، وحاشا لله. ولكل زمن سحرة فرعون، وسحرة هذه الفراعنة هم الإعلام المأجور المسموم الذي يبت في قلوب الناس الذعر والرعب. ولكل زمن موسى، كل واحد منا يقدر يكون موسى هذا الزمان. بماذا؟ باتخاذه واتباعه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعصى هذا الزمان هو القرآن الكريم، ففيه الخبر وفيه الحاضر وفيه المستقبل وفيه ما وراء هذا المستقبل ديال الدنيا، فيه مستقبل الآخرة. يعني ما كاينش كتاب ولا شي مخطوطة في العالم على وجه الأرض تعطك أش غيوقع من بعد الموت إلا القرآن الكريم. سبحان الله، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى فاش كيقول لنا في الآية الكريمة في سورة عمران، سورة آل عمران عفوا، الذين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
صدق الله العظيم. لا أعرف يعني الكمالة ديال الآية باش من لكي لا أتقول على الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله كل شيء لديه دواء في هذه الدنيا بالقرآن الكريم، لأنه شفاء، ونحن سبحان الله اتخذناه فقط للمقابر. يعني واحد مات نقرأ عليه شي باركة في القرآن ونعطي الفقيه 3 دراهم وصافي، هذا هو القرآن، هذه وظيفته. وظيفة القرآن هي تبرك منه فعلا، ولكنه جاء ليبني حضارة. ارجعوا إلى تاريخكم وقرأوا حضارة المسلمين في ذاك الزمان، قرأوا الأندلس كيفاش كانت، قرأوا عصر الخلفاء، وهاد الأوروب هاد والميريكان وكل شيء راه بالكتوبة ديال المسلمين اللي كتبوا من المسلمين. شحال هادي راه هما باش بنوا هاد الحضارات هادي بالعلم. وفرنسا ما كانش عندها الكوابن، كانوا كيقضيو حاجتهم في الميكات وكيلوحوهم، حتى فرنسا غرقت في النجاسة، حتى جاو العثمانيين هما اللي بناو عطاو البلانات ديال القوادس وعطاو. سبحان الله، يعني هذا القرآن هذا هو النور. سبحان الله، تنزل في رمضان فكان أحسن الأشهر، تنزل في ليلة القدر فكانت أحسن الليالي، تنزل على محمد فكان خير الرسل، فتمسكوا بقرآنكم وما يشطنكمش هذا الشيء ديال الحرب وديال المجاعة وديال الكذب على الكذاب. ما كاينش شي واحد اللي بإيدو المجاعة، نهار اللي تقاد رزقك نهار اللي تقاد أجالك راك متي. أو شي خلعوا فيك الإعلام، الإعلام هو كيفاش قلت لك، كيف قلت لك هو هم الإعلام هما سحرة فراعنة هذا الزمان. ولكن العصا بإيديك، العصا هي القرآن الكريم. وأختم قولي هذا وأصلي وأسلم على الرسول المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.